ومن ذلك وهو عجب من العجب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها بأطرافها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال أبو موسى وهو الراوي لهذا الحديث والذي أدرك الفتنة التي وقعت، قال رضي الله عنه: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض.